عن كيف شكل الفن حالة مهمة جدا للتعبير عن كل الذات الفلسطينية وما حصل فيها بسبب التهجير والاقتلاع من الأرض. انتبهت اليوم كمان عبر زنوي الأخبار سكبيت فنان هيك بوقع عريضة لدعم الشعب الفلسطيني صحيح. أمام آلة الحرب الإسرائيلية وأمام الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وأيضا في ذات الإطار ولكن في موضوع آخر، نحن على موعد هذا اليوم مع مليونية في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في العاصمة واشنطن، والجالية الفلسطينية، نشطاء من الجالية الفلسطينية وكذلك الجاليات الأخرى يعني عم بيرتبوا بشكل كبير منيح لهذه الفعالية، والفعالية تدعو لردع ومعاقبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. بالفعل نتحدث عن تفاصيل هذه التظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية مع ضيفنا الذي ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من ولاية أيوا، الدكتور جون ضبيط، رئيس المؤسسة الفلسطينية الأمريكية للسلام. أهلا بك معنا. يعني بداية حدثنا عن يعني التوقعات لهذه التظاهرة وما الرسالة التي يحملها. في البداية اسمحوا لي أن أقول صباح الخير لكم ولمشاهدينكم الكرام وأيضا لفلسطين الحبيبة. المظاهرات والفعاليات على الساحة الأمريكية لم تقف، بدأت منذ مدة من أجل دعم شعبنا العظيم وشعبنا الفلسطيني وما يجري في حقه من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. الفعاليات أخذت عدة أشكال، ولكن اليوم تحديدا تم الدعوة من قبل مؤسسات فلسطينية وعربية وإسلامية وأيضا أمريكية صديقة للتجمع وللتظاهر في العاصمة واشنطن. وأيضا في نفس الوقت هناك عدة مظاهرات، على ما أعتقد راح يكون العدد حوالي 15-16 مظاهرة أيضا في أماكن مختلفة في الولايات المتحدة، ولكن المظاهرة المركزية ستكون في ولاية واشنطن. طبعا في كل التظاهرات التي ستكون بالتزامن مع المظاهرة الرئيسية في واشنطن سترفع نفس الشعار، سنرفع أولا الحرية لفلسطين، الحرية للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يحق له أن يعيش بكرامة، ويحق له أن يعيش بحرية، ويحق له أن يكون له دولته المستقلة. بكل تأكيد. طيب دكتور إذا سمحت لي، يعني المظاهرات هذه في الولايات المتحدة مع الشعب الفلسطيني يعني كانت موجودة من قبل، ولكن بهذه الوتيرة، بهذه الأعداد، بهذا الزخم وبهذا التزامن كما أشرت، 15 مظاهرة على مستوى ولايات أخرى بتزامن مع مظاهرة واشنطن المليونية، أي دلالات وكيف أيضا يتطرق لهذا الموضوع الإعلام الأمريكي بخصوص هذه المظاهرات والرسالة التي تدعو فيها هذه المظاهرات لردع إسرائيل، تحض الإدارة الأمريكية على ردع إسرائيل ومعاقبتها على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني؟ هذا بالتأكيد التغيير حاصل. نحن نرى أن التغيير حاصل في الشارع الأمريكي، والتغيير حاصل ما بين الشعب الأمريكي. على سبيل المثال، أنت تحدثت عن الصحافة وعن وكيف يروا ويتحدثون عما يحصل. اليوم أو بالأمس، خلينا نكون أكثر دقة، من أكبر صحف الولايات المتحدة اللي هي نيويورك تايمز وضعت على الصفحة الأولى صور 67 شهيدا فلسطينيا من أطفال الشعب الفلسطيني الذي استشهدوا في الأسابيع الماضية على يد الآلة الصهيونية والقمع والانتهاكات والقتل الصهيوني لأبناء شعبنا في أماكن مختلفة في الوطن الحبيب فلسطين. لم نتوقع أبدا، على سبيل المثال، أن نرى هكذا مقال على الصفحة الأولى في صحيفة نيويورك تايمز.
وبالصور الذي طبعا عندما تكتب وترفق صورا وترفق أسماء هؤلاء الشهداء وأعمارهم أنت تغير في الوضع الأمريكي بحيث أنك تقول للناس أنها أيضا هي أمور إنسانية، أطفال يعانون، أطفال يقتلون يوميا على يد هذا الاحتلال البغيض الذي يجب أن ينتهي، والذي يجب على الشعب الفلسطيني أن يعيش كباقي الشعوب ويعيش بحرية تامة، وهو أيضا مستحق لأن يكون له دولة المستقلة كباقي شعوب العالم. فالتغيير حاصل على الساحة الأمريكية، ولكن هذا التغيير جاء نتاج عمل الجميع والجاليات الفلسطينية على الساحة الأمريكية بشكل جدي وانخراطها في العمل السياسي من أجل هذا التغيير. أنا دكتور جون، يعني تأتي هذه المسيرة في الذكرى الأولى لمقتل جورج فلويد، ويعني تذكرنا بالتظاهرات التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا اجتاحت العالم رفضا للعنصرية، وانطلق معها وسم حياة السود مهمة، يقابله وسم أيضا حياة الفلسطينيين مهمة، في ظل يعني أيضا المؤسسات الأمريكية مثل هيومن رايتس ووتش التي وصفت النظام الإسرائيلي بأنه نظام فصل عنصري. إلى أي مدى المجتمع الأمريكي واعي لهذه المقاربة ما بين نظام إسرائيل أو نظام دولة الاحتلال الذي يمارس كل أشكال الفصل العنصري ضد الفلسطينيين؟ هذا بالتأكيد حاصل. كما قلت، أنا أقول نحن كفلسطينيين في الولايات المتحدة علينا أن نعمل بجهد، وعلينا أن نعتبر كل واحد منا سفيراً لدولة فلسطين وفلسطين الحبيبة. التغيير حاصل، وخصوصا بين فئات الشباب في المجتمع الأمريكي، وهؤلاء هم من سيقودون المقاعد والمناصب السياسية في المستقبل. فمثلا في الحزب الديمقراطي هناك أكثر من 60% من أعضاء الحزب الديمقراطي بكل الولايات المتحدة أصبحوا يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني ومع قضية الشعب الفلسطيني العادلة. نعم، هناك ربط بين ما حدث قبل سنة مع جورج فلويد وما يحصل الآن للشعب الفلسطيني من قمع ومن قتل ومن تشريد، لأننا نرى تقريبا نفس العقلية ونرى نفس التعامل اللا إنساني مع هؤلاء أبناء الشعب العظيم، أبناء الشعب الفلسطيني من قبل هذا الاحتلال البغيض. الأمريكان بشكل عام أناس بسطاء، في البداية سيطروا عليهم من ناحية الصحافة والتلفزيون، ولكن عندما أصبحنا فاعلين على الساحة الأمريكية وأصبحنا نشارك ما يحدث يوميا للشعب الفلسطيني خصوصا بما ستتغير بكل تأكيد النظرة عندما نشاهد هذه الصور التي تبث، وكانت من ميشيغان خلال الأسبوع الماضي أو العشر أيام الماضية، ربع مليون خرجوا، كذلك في واشنطن، في إلينوي، في شيكاغو، في نيويورك، في كثير من الولايات الأمريكية. لا يمكن للإعلام الأمريكي بكل تأكيد، حتى المنحاز لدولة الاحتلال، أن يتجاهلها. ولكن السؤال، قبل نهاية العام الماضي والعملية الانتخابية، الانتخابات الأمريكية 2020 التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية، ووقوف الجالية الفلسطينية، إنجاز التعبير والنشطاء وما إلى ذلك، وأعضاء الديمقراطيين إلى جانب بايدن، وطبعا حتى يحالفه الحظ، وهذا ما حدث بالفعل، لأنه ترامب نعلم جميعا كم أضر بالقضية الفلسطينية. هل ما يحدث في هذه الفترة أيضا له دلالات وانعكاس، لأنه كانت الجالية الفلسطينية جاليات عربية أيضا تدعم بايدن نقلة نوعية اليوم في الخارجية الأمريكية؟ البعض يتحدث عن شيء لم يحدث من قبل في عمليات الطرح من قبل الخارجية الأمريكية. برأيك إلى ماذا يقود وإلى ماذا يؤشر في المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد، كما تعلم أخ خميس، أنا كنت وعملت
وخدمت على فريق بايدن للسياسات الخارجية العام الماضي لمدة 10 شهور، وكنت جزء من أخذت جزء كبير من كتابة السياسات الخارجية بخصوص فلسطين بالتحديد لبرنامج بايدن الانتخابي. نحن طبعا لا نستطيع أن نقارن بايدن بترامب وإدارة الرئيس ترامب قبل بايدن، ولكن أيضا هناك ضغوطات قوية على الرئيس بايدن وإدارته من الجانب الآخر. ونحن نقول دائما نعم التغيير حاصل، نعم نستطيع أن نحقق الكثير عندما طبعا ندخل إلى هذا النظام السياسي ونعمل من داخله من أجل التغيير، لكن علينا أن نكون واقعيين أيضا بنفس الوقت ونقول أن هذا التغيير سيأخذ وقت. هناك عدة عقبات يجب طبعا أن نتفاداها من أجل المضي قدما، ولكن كما أشرت هناك تغيير واقعي وتغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. لا نقول أننا نجد التغيير بما نريد أن نجده، ولكن سنبقى نعمل من أجل التغيير من الداخل، من أجل تحقيق الحقوق العادلة والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني. نعم دكتور جون، جزيل الشكر لوجودك معنا ولمشاركتك، أكيد سنتابع كل التفاصيل المتعلقة بهذه التظاهرة التي من المقرر أن تكون في 30 أيار الجاري. شكرا لوقتك. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. ومن حملات الدعم والإسناد والتضامن في الولايات المتحدة الأمريكية